أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية يوم أمس الجمعة 12 نوفمبر 2021 حكما بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بموجبه إلغاء نتيجة انتخاب أعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء ستات التي تمت بتاريخ 16 غشت 2021 وإعادتها طبقا للقانون. وقد جاء هذا الحكم بناء على طلب الإلغاء الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة الذي طعن في اللائحة التي قدمها حزب الاستقلال والتي اعتبرها الطرف المدعي مشوبة بعيوب كثيرة، كما اعتبرها الطاعن أن العملية الانتخابية قد شابتها مناورات تدليسية وأن اللائحة لم تحصل على الأغلبية المطلوبة قانونا وهي الأغلبية المطلقة لأعضاء المزورين لمهابهم وليست الأغلبية المطلقة للحاضرين. وبناء على هذا الحكم القضائي الاستئنافي ينتظر أن يتم الإعلان عن إعادة انتخاب أعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء ستات تنفيذا لهذا القرار.